اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الأولياء وأهل النار إلى ملائكة المقربين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار الرواح بالله سرا ويُنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة وجعل أفئدة من الناس تهوي مرتفع من السماوات لعلهم يشكرون. إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الله غافرا عما يعمل الظالمون. آمين. الله يغفر لمن تختص فيه الأمثال. والذين بعون رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدة هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. مثلوا مكرهم وعند الله مكرهم كيف يعملون لتزول منه الجبال. تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ما كسبت إن الله سريع الحساب. أبرا قل للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما لودوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين ويتمتعوا ويهديهم من أمل فسوف يعلمون.
ملكنا لا قرية إلا ولها كتاب معلوم تصبح إلى مدينة لها وما يزدحلون فقالوا يا أيها الذي اهدنا عليه الدين إنك لمجنون تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين الملائكة إلا بحق ما كانوا إذا منظرين وإنا له لحافظون من قبلك في شيع الأولين من رسول إلا كانوا يستهزئون نسلك في قلوب مجرمين لا يؤمنون به وحصل السنة الأولين ولا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعبدون إنما سكرت أبصارهم السمع فلنا وجهاب مريض مددناها وارغينا فيها رواسي وامنا فيها من كل شيء مهزوم وجعلنا لكم فيها معايش امل لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء مستقدمين منكم ولقد علمنا المستقيم إن ربك هو يجر منا حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من سلطان من حمإ مسنون خلقناه من قبل من نار سموم وقال للملائكة إني خالق بشرا من سلطان من حمإ مسنون فإذا سويت ونفضت به ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقه من سلطان من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فاضني إلى يوم يبعثون فإنك من المغرمين في الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ليس لك إلا من سواك من الغاوين وإن تهنك موعده مجمعين سبعة أبواب لكل باب من حبس مقصود المتقين في جنات وعيون بسلام آمنين ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين يا نسب وما هم منها سلاما علينا منكم مجرون قالوا لا توجل إلا أبشرك بغلام حنين قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الغالبين قال ومن يقلد من رحمة ربه إلا الضالون فضلكم أيها المرسلون أرسلنا إلى قوم مجرمين بغدع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وأنتم تؤمرون وغطينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مطلوب مصبحين أهل المدينة يستبشرون
ربك إن على في سنتهم فأخذتهم الصيحة مشرقين جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في ذلك آيات للمتوسمين وفي سبيل مقيم إلا بالحق وإن الساعة الآتية والضحيط الجميل ربك والخلاق العليم سبعا من المثاني والقرآن العظيم لم عينيك إلى ما متعنا به إباد من فتتزل عليهم وبالجمال للمؤمنين إني أنا نذير مبين وتستخرجوا منه علية طاب سورة وترى النجوم واخر فيه ولتدعوا من فضله لعلكم تذكرون ما في الأرض رواسي أن تميت بكم أنارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون ومن يخلق I'm
لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين يحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة من أوزار بلهم فأتى الله بنيانهم من الغوائد فقر عليهم بسوق من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يزرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك فذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه ما جاء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم من النار ربهم من فوقهم ويفعلون
لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا ولا إلا تسألنا أما باكم تفترون يعلمون لله البنات سبحانه ونحن يستمعون أجمع الأمطار لوجه مسدد وكثير من الله من سوء ما بشر به ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يفرحون وتصف ألسنتهم الكذب نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائما لشاربين ثمرات النخيل والأنعام تتخذون من سكر خالصا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعملون سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في جبال يازل في ذلك الآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومعكم من يرد إلى بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملك الايمان وميز ما حق بنعمة الله الحسنى جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وعبدة ورزقكم لا يملك الله رزقا من السماوات ولا نشايا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجرا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يجد خارجا يستويه ومن يأمر بعدل وعلى صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمسات إلى لا تلمون شيئا وجعل لكم السماء والأسار ولفتة لعلكم تذكرون من الله مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يا مدى خالقكم يا مدى
جبالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم الحر شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء والذين قلنا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء لا تكونوا كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم واحدة ولكن يرد الله يجاء ويطيق يجاء ويجزلنا ما كنتم تمرى فلا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوب الزوى بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله أمنا يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أدبي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يأتيهم إلا ورحمة عذاب أليم وما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما جاء بالكفر سلام عليه قلب من الله رحمة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يتقى أمر الكافرين أولئك الذين أباح الله على قلوبهم وسلم
الصلاة للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك ببعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا ويدا كانت آمنة مطمئنة يديها رزقها رغدا من كل مكان. والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فيما من يضر غير باق ولا أهل وإلا الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفعلوا على الله الكذب إن والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وإن صبرتم لما خالف لصالحه فاصبروا وما صبرك إلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ليسوء وجوهكم على يدخل المسجد لا تخلوا أول مرة مريدة بما لا تبيع عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم هي
ويبشر المؤمنين الذين وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء حسنة تفسيرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر واذرة وذر أخرى وما كنا كاذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أف ولا تنهرهما كلهما قولا كريما وخفز لهما جاء عند الليل الرمان فأر رب رحمهما ربا رب يا إسرائيل ربكم أعلم بما في نفوسكم عندك وَلَا تَرَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ زَمَانٍ
ربك من الحكمة القرآن جعلنا بينك وبين الذين من آخرتك وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون إليك روزا ويقولون متى هو غرزا لكون قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد وتبنون إلا بدخل إلا غريب فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان في السماوات والأرض ولا من تمنى لدى النبيين على بني وآتينا داود زبورا وجه الذين زعمتم من دونه ولا يملكون فتم ضرعكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون أبدا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأزلكن ذريته إلى غيره فمن تبعك من جهنم جزاء وجزاء مغفور واستفزز من استضعت منهم بصوتك أجلف عليهم بخيلك ورجلك ربكم الذي يزجي لكم الفجر
الفلك في البحر تدعون هذه الأرض إذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نخسف بكم جانب البر يا نرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقنا بما كفتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيلا بني آدم وحملناهم في البر البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما ولدنا كثيرا ونقسم بما من فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يرون كتابه ولا يذكرون في هذه الايام وفي الاخره اعمى واضل سبيلا لا يفتنونك عن الذي ضعف الحياة ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا حصيرا وكادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون حرمك إلا قليلا إنكم قد أرسلنا قبلك من رسلنا فلا تجد لسنتنا تويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر تهجد به نافلة لك عسى يقذك ربك مقاما محمودا يبغني مدخلا في طباري مريدين وكلي إلاك تزد على النصير الحق فزهق الباطل إن الباطل كان زهوا ونزل من القرآن ما هو شفاء ورقة للمؤمنين الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ما كان منهم لمن يذهب وصرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وما أنزلنا إلا كفور لو تكون لأنه من الأجعة تفجر لنا من الأرض السماء وأن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ربي أتاك إلا وجل الرسول أمر الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أمروا بعد ما رسول لو كان في الأرض ملائكة يمشون فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحن
نحشرهم يوم القيامة على وجوههم وأبقوا وسمى الله نعلم كل ما أبزدهم سيئا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل الله وجل لا ريب فيه ما ظالمون إلا كفار تملكون خزائن رحمة ربي إلى الأمثال تهجد الإنفاق وكان الإنسان قتولا لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل فله الأسماء الحسنى ولا تجب بصلاتك ولا تخافت بها ابتغ بين ذلك سبيلا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فيه أبدا ويجر الذي لا يتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة نفسك على ظهري من لم يمنع بأذنتي يا سفا نادعنا ما على الأرض إن دولة عقدة وعقية مسل أملا لا جاعلون لا ريا صيدا جلدا حسبت أن أصاب الكافر اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أسلم من ترى هؤلاء كذبا وإن اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله
الكافي ينصر لكم ربكم من رحمته كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله هدينا وما تدري وما يغير لا تجد لها وليا مرشدا وتصفهم أيضا وهم رغد ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد ذراعيه الوزير الدراعي الدراعي لما اتلاج منهم جلالا ولما اتلاج منهم ربا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الأهل أما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يتلنى بكم أحدا يظهروا عليكم يا جماعة وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم قل يا ربهم أعلم بهم وعلى الذين علموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا للظالمين نارا أحاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغادر بماء كمل يد مجدوح إذا شرابها ساءت مرتفقا إن الذي آمنوا تجري من تهديم الأنهار يؤلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإذا رغب التنين فيها على الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من Hey!
كان له ثمر ذو فهو ظالم لنفسه حرم ظلما جبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت يا ربي لأجدن خيرا منها ما غلبا هذا له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من قلت ما شاء الله ما قوة إلا بالله ينظرني على أغلى بك ما لهم ولدا ربي أن يدري خيرا من جنتك فأرشع علي أرضانا من السماء فتشبع سعيدا تلقى الله قولا فلا تستطيع له الطلبا أحيط بثمري فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويخاف يتنقى خروجها ويقول يا ليتني لم أشرك بها أحدا يا نور رحمة الله ما كان منتصرا لله مقهور خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض هشيما الدنيا فكان الله على كل شيء مقتدرا الله والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا تزين الجبال وترى الأرض باردة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أنتم لن نجعل لكم أبدا أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها وجدوا ما أمنا ولا يلم ربك أحدا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ربكم عدو مثل الظالمين أبدلا أشدتم ولا السماوات والأرض شركائي الذين زعمتم فتاهم ولم يستجيبوا لهم وتعالى خيلهم موبقا ولم يجدوا النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ومن صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وهم يهتدون بالهدى فلا يهتدون أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا ما أجل لهم العذاب وقلهم باغت لن يجدوا موعدا سيفتي الله ربا تبلغ من أهبه لأغلق
لفتى هاتنا فتى لقد لقينا يا زبرنا هذا ما سما. قال أرأيت إذا وينا إلى السهرة فإني نسيت الحوت فما في السفينة خرقها قال أغرب ذلك لمن لا أجد جاهلا أقول إنك لا تستطيع ما يذكر قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا تلمي من أمر إلا إذا لغي غلاما فغاد له سألتك عن سائل بعدها هذا سائل أكثر من لدني هدى انطلق عندها إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يعمقها فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت نعيمها وكان فراء مريض يأخذ كل سفينة غزاء في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستفيدا كنزهما رحمة من ربك ما فعلت أنا في ذلك طويل وعرضت عليه صبرا ويسألونك عن القتال وصعدوا عليكم إنا مكنا له في الأرض وجدها تغرب فيها يا حبات ووجد عندها قوما من أيام القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حزنا فلما من ظلم وسوف نعذبك خير الدنيا حبيب يعذب عذاب النخاء من آمن وعمل صالحا وجدها وسنقول من أمرها ثم اتبع سببا طلع الشمس وقد على بما لديهما تبع إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فأنا دونك من لعنا فإذا جاء وعد ربي جعلهم سكا وكان وعد ربي
كان فعيون يغدى نذري كان لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء كفروا بآيات ربهم ولقائهم عمد الأمار أفلا نقيم ذاك قيامة بلال فجزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات في داف نجرا خالدين فيها لا يكون أناه ولا البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يدعو لقاء ربه فليقرب على الخالع ولعباده بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي يا عم صاد ذكر رحمة ربك من ورائي وكانت امرأتي عاقرة قبلي من يدك وليا ويرث من آلها وأن ربي رضيا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام مبين من لهم يا غرب سميا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي قال ربك هو علي هين وغفلت سباما ولم تكن جاها لآية غاتك لا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا على غمي الميراث وعليه من تبيع كل التوازية يحيى خذ الكتاب الغرب واتينا رب سويا هو علي هين ولذلك له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا ماضيا فان ثبتت في مكان قصيا فجاء البغاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا عود نسمى فيها من البشر أحدا بقولي رسول الرحمن صمع ولا نكلم اليوم إنسيا قلب هذا من الوالي يوم اليوم أجد لا يحريا أختارون ما كان أبوك الرأس وما كان ثم في بقيا أشار الإله قال كيف نكلم ما كان بالمدي صبيا السلام
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبقى حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ترى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه يا مريم ربنا ما يقال ربنا ما يقال وأن الله ربي وربكم أبدا من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وبصر يوم يأتوننا هل الظالمون اليوم في دلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة في ضد الأمر وفي قبلة وهبلة يمنا مرض الأمر عليها وإلينا يرجعون إبراهيم إنه كان صديقا نبيا لما تعمد على يسلم ويغني عنك شيئا يا أبت إني غداري من العلم ملكتك فاتبني هديك صراطا سميا يا أبت لا تعبد شيطانا إن شيطانا كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن قد تكون للشيطان قليا فأنا لهدي يا إبراهيم وإلا فانت إلا جمنك وجمي مليا سلام عليك فأسفر لك ربي إنه كان بي حبيا أتذركم ما تدعون من دون الله ودون ربي عسى ألا أكون بالدعاء ربي سويا ما أعتزلهم ما يعبدون من دون الله ربنا له الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجبينا وتلا عليهم آيات الرحمن خلوا سجدا وقضيا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا سارا نحشرنهم والشياطين ثم لنذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل جهاد ايام جد الرمال حجيا لكن هذا بالذي اقضوا لك يا سريا لا بارد هكذا على ربك عبدا مغريا للذين اتقوا ونذروا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصادقون من كان
الضلال في الليل الرحمن وجاء حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الصاعة هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له دعنا ما لقى ولدا طيب عملت على حين الرحمن أتى سنكتبها يقول ونمد لها من العذاب فردا ما يقول فيأتينا فردا بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر ما عندنا عليك القرآن لتشاء تذكرة لما يشاء من خلق الله السماوات الأولى على أرض سواء يوم في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تنتشر انتشر بالقول بينه يعلم سر وخفى نارا لعلي آتيكم من هذا ومسنا وجدت على النار هدى حتى نودي يا موسى أنا ربك فالله عليك إنك بالواد المقدس طوى أرجوك وسمع لما يوحى إنني على الله لا إله إلا أنت وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لله فليلغه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وعليت عليك محبة مني يريد سارة إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها ولا تهتم لنفسي يذهب عن طلاقك يا
سبلا تلقف ما صنعوا إنما صنعوا لا جدائر ولا إلا فوق السحرة سجدا قالوا آمنا بربي هارون وموسى آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا بعد ما فاضرب لهم غريبا في البلد وسلا جواب ذلك ولا تجاه فالأمران لجنوني فغشيا من اليم ما غشيا ما ظن بها قوما وماذا
عدوكم ووعدناكم جانب الطور دائما من بعدك ظلهم السامي يا موسى يا قومي ربنا حسبنا يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فضل عليكم العهد أمرتم أي إلا عليكم غضب من ربكم وأردتم موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فغذفنا فكذلك ألقى السامري فرج الله منا وسد له وما لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرد بين بني إسرائيل ولم تكن قولي فما خطف يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أخر الرسول حمدتها فذلك حولت نفسي فحياتي أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى الشيطان وما لي آدم أهل دلوك على
علينا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ومن اهتدى هداي فلا يذل ولا يخزى من أعرض عن ذكري فإن لم يجد الرجاء يوم قيامة أما قال ربي لما حدثتني أما وقد لا تبصيرا حدثت آياتنا ونزيدا وكذلك اليوم تنسى من نظرة ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى كما لنا قبل من غرور منشور في مساكن إن في ذلك الآيات للنهاية كلمة سبقت الرب جل جلاله لسانا وأجل مسمى قدر لا ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها Amen.
وما خلفه ولا يشعر خيار من تلاحا من حياتهم من يقول منهم إني إله من دوني فذلك تجد للعالمين الذين أن السماوات والأرض كانتا نبلوكم من شر الغالب ندعو إلينا كله وإنارك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يدرون يبلغها من الرحمن الحافظ يبقى الإنسان من أجل سوريكم آياتي فلا تسجلوا من ذا هذا الذي قد صادقين يعلم الذين كفروا بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم يظلمون ولقد استهزئ برسل من قبلك حاق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ومن يخلقكم بالليل والنهار إلى الأحوال فلا مدير ربهم محيطون أم لهم تمنعهم من دوننا لا يستطيعون وإن كان بضار أبد من حق يدينا فلا مكفى بلا حاسبين ولدينا موسى وهارون القرآن وضياء وجه المتقين الذين يخشون ربهم من غير العم من الساعة والفضاء ذكر مبارك عند الله وما تبعهم الخلاف فعله كبير هذا فسلوا بحاله ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم انقصوا على رؤوسهم رأيت ما هؤلاء ينفعون قالوا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أوف لكم بما تعبدون من دون الله يهدون بأمرنا وهينا إليهم
فاستجبنا له فنجينا ونزلناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا وعلما وسخرنا مع داود الجبال عزمنا وداينا وكنا فائلين وعلمناه صنعة رموس لكم يزلكم لباسكم بلا تشاكلون لسليمان الرياح صفة تلك الأمر التي باركها فيها عبد الله كل شيء عالمين من الشياطين من يقود يا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويزورنا رغبا وذهبا وكانوا لنا حاجات والتي أحسن جعلنا بها من روحنا وجعلنا آية من عالمين أمة أمة واحدة مع ربكم يعبدون وتقطعوا أمرهم فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين وما تعبدون دون الله أسوء جهنم أنتم لها واردون أم كان هؤلاء أم أنتم ما ولدوها وكلهم فيها خالدون فيها تبين وفيها ما يدفعون البزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كمي السجل للكتاب كما بدنا أول ظل الهند وتأليك الأخنا ويغد قدمنا عند نور عبادة لنا نظريتها عبادي الصالحون إن في هذا كم على سواء وإن ذي أقريب لما يجمع جهده يعلم جهل الغاب ويعلم ما تدمى لأنه بنة لكم أمتا رحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة ساعة كان عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس مجادلين بالله ومعرهم ويتبع كل شيطان مريم
في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء صالحات جنات إن الله يفعل ما يريد ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليضع والصابين والنصارى والمجوس والذين يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حب عليه للا ومن للا ومن مهبه إن الله يفعل ما يشاء الأزمان اغتسموا في ربهم فالذين كفروا قدعت لهم ثياب صب من فوق روس الحميد صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب وجلد ولباسها فيها حرير إلى الطيب من الباب فاتوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله للناس إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي لطائفين وركعي سجود في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طامع يأتينا بكل فتح عميل وشقي منافع لهم ويذكر اسم الله فيه أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكل من أعوان الباعث ما ليقضوا تفثهم وليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم بسم الله عليها صواب ففيذا وجب الجنوب تدل منها وعلى الموانع المدرد كذلك تقنى لكم لعلكم تنمرون فجعل الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك تقنى للذين يقاتلون بأن ظلم إن الله لا تجد قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله في قلوبهم
مرضوا والراسلات أعوام العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له غرابا وإن الله هادي الذين آمنوا الحسنات المستقيم الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم بمثل ما عوقب به ثم قضي البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على جلابه إن الله بالناس لرؤوف رحيم والذي يأكل ثم يميت ثم يحيي كل من ليس له كفورا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا ولا في السماء والأرض إن ذلك في كتاب فذلك على الله يسير ويقولون ما دون الله ما لم ينزل به سلطان ولا يتلام بهم وما للظالم من نصير وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا ونبأ نبئهم بشر من ذلكم النار وأنا الذين كفروا بئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يا حافظ الله على أزواجه أو ما ملكت
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام الحمار فانجب تبارك الله أحسن الخالقين بعد ذلك لم يكن كما قيامة المضى خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الحق آخر أنزلنا من السماء ماء بقدر لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها أماكن كثيرة ومنها تأكلون وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا الروح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وهلك إلى ما سبق عليه قول من الفلاة وادمي الذين دعموا فإذا التقيت أنت ومن معك على الدنيا فوي الحمد لله الذي نجانا في ظالمين وقل ربي أنزلني وأنت مبارك وأنت خير المنزلين في ذلك آيات ويكون هذا مبتلين من اعبد الله ولكم من إله غيره فلا تتقون وقال له من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون أبعث بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وأنكم إذا متم الصيحة بالحق فجاءنا وجاءنا من ظالمين ما أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبقوا من أمة لجاءها فإن تغفرون أرسلنا رسلنا تذرا كلما جاء أمة رسولها كذبوا طيب